بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد بصحبتكم معلقكم الرياضي طارق الأدور. وأحداث بداية الأسبوع رقم 14 لبطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم موسم 2023-2024، ولقاء بلدية المحلة أمام سيراميكا كيلوباترا. محمود ماهر في حراسة المرمى لفريق بلدية المحلة، بيلعبوا 4-2-3-1، أربعة في خط الظهر أحمد كهربا ومحمد صابر وإسلام المزين وعلاء يحيى، نص الملعب 2 ارتكاز ماجد هاني ويوسف حسن، ثم 3 تحت راس الحربة عبد الله جمعة وإينوك بنيامين تولا ومحمد أميسي، ثم حسام أشرف بيلعب رأس حربة متقدم أمامي، وادي طاقم التحكيم صبحي العمراوي وائل شعبان وأسامة عبد اللطيف الحكم والاثنين مساعدين، ومحمد العتباني الحكم الرابع، وائل فرحان وحماده القلاوي. قدامنا غرفه الفار اهو، وائل فرحان وحماده القلاوي اللي موجودين فيها، وباذن الله نستمتع بمباراه طيبه. فريق سيراميكا كيلوباترا بيمثله اليوم محمد بسام في حراسه المرمى، امامه احمد هاني واحمد رمضان بيكهام ورجب نبيل ومحمد شكري في خط الظهر، بيلعبوا برضه 4-2-3-1، يعني هنشوف فريقين بيلعبوا قدام بعض النهارده 4-2-3-1، يعني ما معناه ان هنشوف زحام في منطقة وسط الميدان أو نادي بلدية المحلة، النادي اللي تأسس منذ سنوات عديدة، يعني يمكن من 1931، ولكنه ظهر في الدوري الممتاز المصري لكرة القدم متأخرا شوية، لأنه ظهر بداية من موسم 93-94. بدأت أحداث المباراة، وفريق طبعا سيراميكا كيلوباترا زي المعتاد الأسود والشورت وتيشيرت وشراب أيضا، وعلى إيدنا اليمين هيبقى فريق بلدية المحلة بالزي الاحمر فابيض والشورت الاحمر والشراب الاحمر ايضا. درع كوره على طول في منطقه وسط الميدان، بمره اخرى هيستأنف اللعب باسقاط كره توصل الى يوسف حسن، يرجع لورا مره ثانيه الى احمد كهربا، تروح على طول من لمسه واحده كده من عبد الله جمعه اللي هنشوفه النهارده هيلعب فين، وادي كره خطيره جوه جول جوه جول، تسديده حلوه من حسام اشرف، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الجول الجميل، جول حلو حلو حلو، يعني بيشاور بسام بيقول الكره جت في ايده، انما حسام اشرف احد اللعيبه المنافسين على لقب هداف الدوري، من اللعيبه المميزه جدا، حسام اشرف 6 اهداف. ادي الكره اتلعبت تسديده من صديق، جوله خطيره، انما في فاول، في فاول. ادي طبعا اللاعب جون ايبوكا، جون اوكوي ايبوكا، ده حسب ضرب الجزاء، حسب ضرب الجزاء شكله حكم اللقاء، شوف الكوره اهي اهو، انما اهو الكوره اهي راحه، هل فيها فاول فعليا؟ اهي طبعا الفار يحدد، شوف محمد ابراهيم، محمد ابراهيم ويحطها سهله قوي، يحطها الحارس يسهل له الماموريه، انه اتجه شويه محمود ماهر الى الزاويه الشمال قبل حتى ما يلمس الكوره محمد ابراهيم، فخلاص بقت اما الحارس على فكره بيترمي بدري شويه، بيدي للاعب فرصه ان هو خلاص بقى، بص اهو بص بص اترمى اهو، اترمى الاول وبعدين محمد ابراهيم راح للكوره، طبعا حطها سهله. وان كان كل خبراء كرة القدم يقول لك ايه؟ يقول لك اللعيب اللي ناوي يشوط في زاوية ما يغيرهاش، لأنه لو غيرها فجأة ممكن الكورة بقى تطلع بره منه أو ما يبقى ما يشددهاش بدقة، لكن عموم محمد إبراهيم بيسجل هدف التعادل لفريق سيراميكا كليوباترا، وشكلنا هنشوف أهداف كتيرة في هذه المباراة، إنما كرة اتقطعت من إينوك بنيامين تولا وتروح مره تانية لاحمد هاني، هاني يلعبها على الارض وخطيره جدا، والتسديده وجوه الجول جوه الجول، انما تمريره حلوه، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، صديق اوجوله ياخد تمريره، هو من اللعيبه الحقيقه اللي عاجبني جدا السنه دي، مش بس في تسجيل الاهداف، هو يعني
في تسجيل الاهداف، جايب هدف واحد في الدوري وهدف واحد في كاس الرابطه، ولكن ايضا في التحركات على الاطراف. بص وشال كده الشينجارد بتاعه، واحده من اساليب الاحتفال كده. وايمن بص التمريره يا جماعه، بص الكره من احمد هاني، بص بقى التحرك، ما كانش اوف سايد. ادي صديق اوجوله الاستلام والتمرير، وخد على طول مكانه. محتاجين للفار بس عشان يؤكد ان مفيش فيها تسلل، لكن اهي الكره اهي تاني. بصوا من احمد هاني الى صديق اوجوله، عملها جميله جدا قبل حاج وحطها تاني لاوجوله محمد اميسي، واتلعبت بينيه تحت الشمال، يلعب عرضيه مش ممكن، ولسه خطيره، لسه خطيره، والتسديده على مرتين وخطيره لسه. يا 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 يا، والجمهور بيقول واحد اتنين، الفار راح فين؟ مفيش مشاكل لما يكون كده. ممكن والله، ممكن والله لو بالفار. احمد رمضان بيكهام حاطط رجله فقصبت رجل حسام اشرف، انما عدى بيها كويس قوي، ما حسبهاش. وينهي صبح العمراوي احداث الشوط الاول. في الشوط الثاني ده تغيير، ونزول ايضا احمد القرموطي. تغييرين في فريق سيراميكا مع بداية الشوط الثاني، وأيضا كان في تغيير لفريق البلدية بنزول كريم ممدوح، يضاف إلى التغيير اللي كان في الشوط الأول، ويبقى في تغييرين في كلا الفريقين. وإحنا بنبدأ أحداث الشوط الثاني اللي هيكون فيه فريق بلدية محلة بالزي الأحمر فأبيض على إيدنا الشمال، وفريق سيراميكا على إيدنا اليمين. شوط أول كان جميل جدا، روح لمحمد ابراهيم، يا ولد يا ولد يا ولد، على وش الرجل الخارجي الجميل ملعوبه الامادي، انما امادي بيلعبها عرضيه لابوكا، لو ورا شويه كانت زمانها جول. وادي جول، كوره هدف ثالث جميله لاحمد بالحاج. يا 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 يا، انما الفضل لمين في الاول؟ للكرة لوش الرجل الخارجي اللي يتلف في حرير بتاعت محمد ابراهيم اللي عملها ناحية الشمال، ثم عرضية، واحمد بالحاج بيسجل هدفه الثامن في دوري هذا الموسم. يا 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 يا، ينفرد بصدارة قائمة هداف الدوري، اول هدف لبالحاج في الدوري لاحمد بالحاج. شوفوا احمد بالحاج ما تعرفوش، هو راس حربة. يا ولد يا ولد، ثالث ركنية، ثلاث ركنيات للوقت البلدية وثلاث ركنيات لسيراميكا. لعبة العرضية، يطلع بسام ويخبط كده، واصطدامات كتيرة جوه منطقة الجزاء، وحلوة يا ولد يا الرأسية الروعة. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا حسام يا أشرف، يا ولد يا لعيب يا كبير قوي. بقول لكم لو بلدية عايز يرجع للمباراة، ادي حسام أشرف بيجيبه هدفه الثاني هذا اللقاء، وبيرفع رصيده من الأهداف إلى الرقم 8، يعني بقى بالحاج 8 أهداف، وكأنها مباراة ثنائية في الصراع على لقب هداف الدوري. بص الكرة من عبد الرازق راحت لمحمود صابر، لمحمد صابر اللي بيلعبها عرضية جوه يا سلام عليك ولد، راس حربة مثالي، راس حربة مثالي الحقيقة. حسام أشرف بيحط الكرة بضربة رأس جميلة جميلة جميلة. يا ولد، لعب عرضية، لعبت عرضية، يا ولد يا الحلاوة يا الحلاوة، مش ممكن. بخبرة مهاجم يحط الكرة وهو سرد باك، حط الكرة في الزاوية البعيدة، روعة الروعة، تصطدم بالقائم وتخش في المرمى. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، في الدقيقة 72 رجب نبيل يزود الأهداف بتاعة المباراة ويخلي النتيجة 4-2. ايه المباراة الحلوة دي؟ وادي الكرة على طول ناحية الشمال، بينية، ويا ولد يا الحلاوة. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ايه الجمال ده، ايه الجمال دوت من محمد صابر. شوفوا النهاردة المدافعين عاملين ايه، وشكلها المباراة هتشتعل اخر دقيقة، بقت 4-3 يا جماعة. يا 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 محمد صابر، انما ضربات رأس النهاردة هسميها مباراة ضربات الرأس، مباراة ضربات. بص الكرة، بص محطوطة ازاي، يا ولد يا ولد يا ولد، وبصوا المدافعين النهاردة عاملين ايه، بصوا رجب نبيل حط الكرة ازاي، وبصوا محمد صابر حط الكرة ازاي في الدقيقة 95 من المباراة، والدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضايع. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الله على الاهداف دي، نزل يعني من اعلى نقطة حطها ووجهها
بشكل مميز جدا في المرمى. انما ايه الجمال ده النهارده، 4-3-7 اهداف. ادي كوره خطيره وخطا قاتل وجول، جول مروان عثمان. يا نهار ابيض، 5-3 5-3. يا ادي بقى مروان عثمان اللي انا لسه بتكلم عنه ان هو يستحق انه يكون مهاجم اساسي، مهاجم متميز جدا. بصوا الخطا، بصوا الخطا، لسه جايب جول. يعني محمد صابر لسه جايب جول، وادي بضربه راسيه تانية خطا اتسبب في جول مروان عثمان. وفي هذه اللحظات يطلق حكم اللقاء صبح العمراوي صافرة النهاية لواحدة من أجمل وأمتع وأحلى وأروع وأمهر مباريات الدوري هذا الموسم. المباراة تنتهي بفوز راميكا كليوباترا، فوز كبير جدا، 5-3.